مشاهدينا متابعين معكم ببرنامجنا الصباحي نور جديد. كبار وصغار بيشهدوا اليوم انه صرنا بعصر مواقع التواصل الاجتماعي وبعصر الصوره، خصوصا بعد هالثوره يلي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ويلي اجتاحت كل العالم. من هالمبدا ضيفنا لليوم المصور جوزيف كيروز. بونجور جوزيف. بونجور، كيفك؟ منيح كثير منيح. جوزيف، ممكن بالبيت تخبرنا تعرفنا شوي عن حضرتك؟ قد ايه صار لك بالمهنه؟ أنا ككاميرامان صار لي 19 سنة بشتغل تي في، وكفوتوغرافر صار لي 8 سنين بشتغل بكل شيء فاشن وويدنج، بس أكثر متخصص بالفاشن. أوكي، يعني عندك خبرة كتير كبيرة بهالمجال. أول شيء هذا الميجر تبعي أنا درسته، وإيه أكيد عندي خبرة كتير كبيرة. جوزيف، بالبداية حابة أسألك، نحن اليوم عم نشوف موجة كتير كبيرة إذا فينا نقول من المصورين يلي فعلا موهوبين، ما فينا نقول إنه مش موهوبين، ويلي عم يستخدموا يمكن فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر يمكن كمنصة إلهم. قد إيه برأيك الموهبة اليوم كافية أو لازم يكون في اجتهادات تانية زيادة عن الموهبة إذا فينا نقول؟ الموهبة مهمة، أكيد مهمة الموهبة، بس ابدا ما انا كافي، ولو حتى الموهبه ممكن تعطيك 10% او 5% من انك تكوني شخص محترف لبعدين. بس اذا ما كان عندك النوليدج، اذا ما كان عندك الجود اديوكيشن، اذا ما كان عندك انه دائما تشتغلي على حالك وتشوفي شو في اشياء جديده نزله، ابدا ما بتقدر تتقدمي. يعني اذا ما عندك البيز الصح، او اذا ما عندك انه انت تكوني درستي بطريقه صح، تعرفت على الفوتوغرافر من كل العالم وشفتي كل واحد شو بيشتغل، لانه في كتير انواع فوتو، وبالنهايه بدك تتعرفي على الفاشن، على الفود فوتوغرافي، على الفاين ارت، على كتير اشياء، واخر شيء بتقربي انت شو بدك. بس الموهبه ممكن عم تسبق شوي على اسئلتي. ممكن بدي اسالك، يعني بنشوف مصورين مختصين بشيء معين مثل يمكن فاشن، مصورين مناظر طبيعيه، مصورين يمكن حيوانات، اكل، هون كيف بتصير القصص؟ المفروض المصور يمرق بكل هدول، يصير عنده معرفه فيهم كلهم، لا ينقي باي شيء يكون متخصص؟ هو في ستيبس لازم تاخديها لتكوني توصلي لمطرح خلص تلاقي الهويه تبعك كفوتوغرافر. اول شيء لازم تكوني بيجنر. اول ما تجيبي تفوتي على اليوتيوب، اليوم بالسوشيال ميديا صار عندنا انفتاح كبير على انه نلاقي شو ما بدنا على اليوتيوب. اعتبري جبتي كاميرا، بلشتي بكاميرا، بلشتي بلانس معينه، بدك اول شيء تفوتي على الكتالوج تبع الكاميرا تحفظيه كله. عندك هلا هن برا بيقولوا عندك كل يوم كيف بدك تاكلي، عندك بدك تتروق وتتغدي وتتعشي، عندك 15 دقيقة كل شيء بتدرسيه تطلع تطبقيه. بس نظرا للحياة عنا بلبنان فكتير صعب انك تقدر تطبقي هيدا الموضوع، فبس من المفروض كل يوم حدا يعمل تريننج للشيء اللي بيدرسه والا رح ينساه. ببلش كبيجنر، بعدين بتروحي صوب الادفانس بتصيري تاخدي تريننج. هون عم نحكي كم سنة بضل بيجنر أو كم قد ايه الفترة؟ هلا البيجنر المفروض يكون ما تتخطى السنتين وبعدين أو 3 سنين، ولأنه بهذا الوقت بدك تكوني عم مش بس عم تتعرفي على الكاميرا، عم تتعرفي على الكاميرا، عم تتعرفي على كيف تاخدي الفريم تبعك، بدك تتعرفي كيف تعملي اللايتنج تبعك، كيف بدك تعملي السينك بين اللايتنج والكاميرا. في كتير أشياء بدك تتعرفي عليها، ونظرا لانه الفوتو عالم كتير كبير، مشان هيك بعدين من بعد ما تكوني بيجنر بتصيري ادفانسد. الادفانسد هو عباره عن انه بتكوني حفظتي كل هول وبتكوني صورتي وبلشتي تقدري تطبقي لشيء انت بتحبيه. من بعد هيدا الادفانسد اللي هو بيكون عندك تعرفتي على كل شيء، بتصيري بروفيشنال. بروفيشنال باي معنى؟ بتصيري قادره هيدا الجوب تبعك، بتصيري قادره تطلعي مصاري من خلاله، بتصيري قادره عندك البي ار انك تتعرفي على كثير عالم من خلال بس تكوني بيجنر وادفانسد. وبعدين القمه اللي هي السؤال اللي سالتيني عنه، القمه انك توصلي على شيء اسمه ارتستيك فوتوغرافر، هو المطرح اللي انت بتلاقي الهويه
انت كفوتوغرافر شو بدك؟ فود، لاندسكيب، بيوتي، فاشن، في كثير اشياء، فينتج، فوتوغرافي فينتج، في كثير اشياء ممكن انت تنقيها، بس التوب هو توصلي على انك تكوني ارتستيك فوتوغرافر. ارتستيك فوتوغرافر هو الهدف الاساسي لمشوارك المصور. جوزيف، شو يلي بيلفت لك نظرك اكثر شيء بالصور يلي عم تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم؟ كمصور اكيد عم نحكي. يمكن الاف الصور بتنزل، شباب وصبايا بينزلوا، يمكن فينا نعدهم. صار الكل اصلا عم بصور هلا، يعني هيدي يمكن فكره صار كثير من الاشخاص اليوم قادرين انه يشتروا كاميرا، مع قادرين يصيروا مصورين. مزبوط، يعني اسرع شيء عم نشوفه اليوم انه اسم الشخص عصر الصوره، عصر الصوره، يعني اسمه مع انه هو صار مصور. هل اتسهل الشغله؟ ايه هل اتسهل، لانه السوق هو عرض وطلب. او قبل؟ لا هلا بايامنا سهله، لانه السوق هو عرض، هو عرض وطلب. اليوم انت بتصور، بتجيب كاميرا بتصور حسب البادجت تبعك، بتجي بتقول انه انا بدي هيدي الكواليتي لانه مش قادر ادفع اكثر من هالقد، وفي عالم قادر تدفع اكثر، وحسب كمان الريزولوشن اللي بدك تخدم الصوره. بس كمان كثير مهم اليوم عم نشوف هالقد كميه صور بغض النظر شو هن الصور، لانه اليوم عم بتفرجي، الله اعطيك موهبه، عم بتفرجي هالموهبه. يمكن يكون واحد ما انه بروفيشنال بس هاوي بهيدي انه يحب الفوتوغرافي وشاطر، يعني وشاطر وممكن يوصل، يعني منه الشغله واقفه انه شخص بروفيشنال. ممكن بلحظه من اللحظات هيدا الشخص يقدر ياخذ شوت مش ممكن انه بروفيشنال ياخذها. يمكن بصوره يصير بروفيشنال فوتوغرافر. قصدك مزبوط مزبوط، هذا الشيء صار معي انا كمان. هذا اللي بدي اسالك انت عنه، يمكن صوره واحده، لحظه واحده تقدر توصلك لمطرح انت كنت تفكر بدك وقت اطول انك توصل له، واختبارك بهذا المطرح، يعني انت بداياتك وتصويراتك واعراس وقداديس وحفلات كيف صارت هيك هالمشوار هذا، كيف بلش معك؟ نحن درسنا 3 سنين اوديو فيجوال، فمن بعدها فتت بتالي لوميير، فت اسيستون، وبعدين صح لي الفرصه انه اصير كاميرامان بسرعه، وتعلمت كثير. يعني اذا بدك انطلقت من تالي لوميير، وهذا شيء احب على قلبي انا ارجع على تالي لوميير هلا اليوم وعلى نور الشرق. فعم شوف الاشياء عم تكبر ومبسوط لهالقد التقدم، بس بنفس الوقت كثير بتمنى انه ينشغل بكل التلفزيونات على شيء اسمه كواليتي، مش بس يعني نحن مش بحاجه لكميه، نحن بحاجه لنوعيه. صح. من بعدها رجعت فت على ال بي سي بالستار اكاديمي 1 وكفيت 10 سنين ال بي سي، وبعدين رجعت فريلانس. بنفس الوقت كنت فريلانس مع عده تلفزيونات. يعني هالسنين هي اول شيء خبره، اكيد خبره، يعني خبره، واحد عم بيترك بصمه له بالصوره وبالصوت وبكل مطرح بيكون فيه. مظبوط مظبوط. اليوم عم نشوف عبر السوشيال ميديا خاصه فيسبوك اعراس، مودلز، اشخاص فجاه هيك عم تبين بصور، بطريقه تركيب صور، يعني ان كان فوتوشوب وان كان طريقه اوت دور ان دور. يعني خلينا نوضح شوي للناس هيك، انت شو بتستعمل الطريقه اللي اكثر شيء انت بتحبذها اكثر للمصور يكون ناجح بالشيء اللي عم جرب يقدمه للاشخاص؟ هلا هو شو حابب، اذا حابب يشتغل اندور باستوديو تبعه، بيشتغل على اللايتنج ايفكت وعلى على الشوت تبعه وعلى الفريم تبعه، يجيب فينتج، يجيب بروفيشنال مودلز، هول كلهم كثير مهمين. بس يعني بحس انه في شيء كثير غلط، نحن لازم نصور صوره صح بريزولوشن كثير عالية، اللي هي اسمها رو فورمات. رو فورمات هي عبارة عن يحرجع أكثر، أعطيك تفاصيل عن هذا الموضوع. يعني أنت عم تحكي بالتريليون ميجا بيكسل، مش عم تحكي بس تحكي جي باج، عم تحكي بالميليون. أوكي. بس عم تحكي برو، عم تحكي بالتريليون. واو، يعني شوف قديش في ريزولوشن عالي. هلأ ممكن واحد يكون معه كاميرا صغيرة، إذا بده ينزل فيسبوك منه بحاجة
هاي ريزولوشن، لانه كل ما تعلى بالريزولوشن اول شيء هن بيقولوا لك انه عندك ليميت معين مش قادر تقطع 100%. هي لازم العالم تعرفها على السوشيال ميديا. صح، وكل شيء بينزل هو بينزل لو ريز ما بينزل هاي ريز، مشان هيك اوقات حتى لو نزلوه هن هاي ريزولوشن حتى لو نزلوه بيقولوا لك طيب ما انه صوتك حلو حلوه بس كتير سوفت، سوفت لانه لو ريز مش لانه انا حطيت لها فلتر او شيء. انا اذا شفت الصوره على طبيعتها وعلى الحقيقه تبعها ما يحتعرف انه لا اف ليك شوفي فرق بين الصوره الاصليه واللي نازله على دائما بتصير اصلا بس نظهر صوره صح ونشوف الصوره على السوشيال ميديا بنلاقي في كثير فرق بيناتهم، يعني بنقول اوكي الصوره المظهره احلى. بعد في صور اليوم عم تتظهر، في كثير صور عم تتظهر اكيد، وفي البيلبورد، البيلبورد بده يكون فيري هاي كواليتي بالبورد اكيد. واو يعني. غير قصه عم نحكي نحن اليوم بعدنا مثل قبل او خلص صرنا عصر ال USB والتليفون كل شيء ديجيتال، كل شيء ديجيتال. يعني هذا يمكن اسرع شيء اليوم انه بنصور 60 70 80 صوره بالدقيقه. ايه هلا السوني وصلت لاخر كاميرا للسوني سوري بس طلعت 20 فريمز بير سكند، يعني عندك بعد 5 فريمز بتصير عم تصور فيديو كانه عم تصور كانه عم تصور فوتو تيك تيك ورا بعضهم ورا بعضهم، يعني عندك 20 لقطه بالثانيه. واو يعني ما بعرف انه ما بعرف اذا ممكن يروح شيء هو عم بصور، حيلا اكسبرشن حيلا شيء ممكن تروح من خلال الصور. عم نحكي فوتو ما عم نحكي فيديو، ما عم نحكي فيديو. يعني اذا ما نقول بعد يمكن 4 سنين لقدام وين بنكون صرنا؟ مش مضطرين نروح على 4 سنين لانه عم بعطيك الماكسيموم. انا بعطيك الماكسيموم 4 سنين، ولكن نحن اليوم بال 2017 صرنا تقدمنا كثير بالتليفونات بالكاميرات خاصه. يعني عم بقرا يمكن بدع الناس بهالفقره يقروا شوي عن الكاميرا، يعني مثل ما انت قلت بالاول هيدي المشكله، هيدي المشكله كبيره. ما بيقروا ما بيقروا، بيستغربوا مثلا نشوف كاميرا مع حدا، طيب ما كاميرتك فيها انه فيها كثير اشياء فيك تستفيد من عن جد بيطلع فينا هيك خيتب ما في كتالوج قري في معلومات اطلع عليها شوف شو في بايدك قديش غاليه هالمكنه اللي بايدك قديش قادر تعطي من خلال هالمكنه صوره حلوه كثير. هيدي مشكله كثير كبيره، العالم بتفكر اذا عندك 20 ميجا بيكسل بموبايل كانه هي ذاتها 20 ميجا بيكسل ببروفيشنال فوتوغرافي. على ما بتعرف يمكن هيك تفاصيل. ايه اكيد، لانه هي بتفرق بالسنسر. السنسر كل ما يكون اكبر كل ما يكون فوت لايتنج، وهي البيكسلز عباره عن سكوير، كل ما يفوت لايتنج على هذا السكوير كل ما تكون الكواليتي اكبر. فتخيل اذا عندك موبايل الموبايل السنسر تبعه كثير صغير قديش ممكن يكون فوت عليه لايتنج؟ ماشي صح. وقديش ممكن خاصة تليفوناتنا اليوم يعني أكيد. الكاميرا صغيرة هلا بالليل وشوف هلا بلشوا يكبروا الكاميرات، ما رح نعطي دعايات للكاميرات حتى لو كبروا بس هلا بلش بس السنسور عم يبقى صغير 100%. بتفرق أكيد. هلا أكيد بين التليفون وبين الكاميرا البرو فرق كتير كبير، حتى بالنوعية حتى بكتير أمور، ولكن ندعى الناس تطلع شوي أكتر أكيد. لأنه حدا فات لعندي مثلا شاف أنه عندي كتالوج، كل كتالوج لكل كاميرا موجودة عندي، قال لي جوزيف أنت بعدك عايش بلبنان؟ قلت له ليه؟ قال لي أنه الكتالوج تبع الكاميرا بعده موجود عندك، قلت له هيدي من الأهمية تبع عطنا بكبوه دغري. إيه بكبوه دغري. في شغلة كمان أنه ما بيعرفوها العالم، نهار الكاميرا اللي بتتحكم فيك أنت وعم بتصور ما بتنعد ما بتنعد خصك اصلا بالتصوير مش قاطع حدا التصوير. النهار اللي انت بتبلش تتحكم بكل السيتنجز تبع الكاميرا هون بتبلش تكون على الطريق الصح بروفيشنال. جوزيف قد ايه اليوم التحكم بالصوره صار متاح او صار ممكن للماكسيموم؟ يعني اليوم هيك حابه افتح برانتيز صغيره، مؤخرا الارهابيين اذا بدنا نعطي هالمثل بالصور او بمقاطع الفيديو اللي كانت تنشر على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل كانوا يقال انه كانوا كثير يخترعوا قصص مش موجوده. مزبوط. اليوم عندك كذا سوفت هذا تشتغل عليه، هل قد يعني بنقدر نوصل بالقصص؟ ايه اليوم فيك تعمل اللي بدك اياه. نحن هلا اليوم قاعدين على كوما اللي هي لونها اخضر وبنفس الوقت عم تطلع الصوره تبعنا، فهن اليوم بيشتغلوا على كوما وقادرين يركبوا اللي بدهم اياه، حتى يمكن حتى يكونوا عم بيشتغلوا على
باكراوند ابيض ويركبوا البدونيه صح ويألفوا البدونيه. وهون شطاره انه حتى يعني حتى بهيدا الشغله ما فينا نقول مش عم بحكي شطاره بمعنى انه شيء منيح، بس اليوم انه لو ما في حدا معه شاطر حنكي لو ما حدا معه شاطر وما بعتقد هن ضمن يعني اذا بدك عالم متخصصه بهذا الموضوع اكيد ولا ما بيشتغل على قد حقيقه الشيء اللي عم نشوفه يعني اللي عم نحضره اذا حقيقه هالقد فعلا يعني بنشوف ايفكت مزبوط يعني بنشوف هواء بنشوف ضوء شمس صح. يمكن فعليا ما يكونوا هن بهالمحل هذا موجود بالافتر ايفكت في شيء بلاجنز بتزيديه على السوفت وير تبعك وتبلشي تنزلي انت اللي بدك اياه ان كان لايتنج ان كان اللي بدك اياه اذا تعملي بس مهم تاخدي صوتك صح صوتك صح. نضيفي على الكروما تبعك هالتعديل بصير بعد ما تتخذ على الصورة. كل شيء على البوست برودكشن بالبوست برودكشن هونيك اذا تعملي اللي بدك اياه في شغله كمان انه العالم ما بتعرف يعني نحن بالشرق كثير ميلين صوب شيء اسمه عاطفيين يعني بنشوف هذه الشغله بنتعاطف معها بينما هذه ممكن تكون كذبه كبيره باي معنى في كثير اوقات بنشوف فيديو ما بنشوف ولا نقطه دم رايح شي 10,000 قتيل ما في ولا نقطه دم هلا انتم كم مصورين بتقدروا تلقطوا هيك قصص تفاصيل يمكن مشكلة الناس تنتبه لها يمكن لاني ماني متخصص بالور فوتوغرافي كل شيء حرب فما كثير انا يعني مطلع شوي بس ما كثير بحسب يمكن فوتوشوب بتقدر تميز فوتوشوب واو اليوم بال 2017 اذا عندك عينيك مسكرين شوي قادر تفتحي قادر لبس غيرون قادر تفاصيل الوش كلها عم بتغير اليوم الفوتوشوب حتى لو مش عامله ميك اب صورتك صوره مش عامله ميك اب قادر اعمل لك فول ميك اب مانك بحاجه تروح عند ميك اب ارتست وحتى الشعر قادر اغير لك لونه قادر اعمل اللي بدي اياه عندي سوفت وير انا بالبيت بشتغل عليه شو بدك اي لاينر بحط لك شو بدك قادر اعمل رح نشوف صور هلا عم تقطع قدامنا من حضرتك مصورون مزبوط بس قديه حلو قديه حلو وقديه خطير بذات الوقت يلي عم بتقوله لا ما انه خطير لانه اليوم كل ما تتقدمي يعني عم بتساعدي هالانسان يفرجي الاشياء الحلوه اللي عنده اياها الخطوره بتبلش اذا انا بدي دني بمطرحي وما بدي فكريا اتقدم سالوا لزياد الرحباني قالوا له انه مسرحياتك اليوم نحن بعدنا بنشوفها بتحكي عن هيدا عن هيدي الايام مع انه صارت قديمه قال لهم مش مسرحيات اللي بتحكي عن اليوم هن العالم بعد ما تقدمت مشان هيك مسرحياتي بعدها بتحكي عن اليوم لو العالم تقدم المجتمع تقدم ما عدت المسرحيه لها قيمه ونحن في شغله كثير مهمه بكل شيء بدك تعمليه بدك تحبيه للماكسيموم لا تكون ناجح فيه عم نشوف قصص حلوه كثير قدامنا صور اعراس هون اعراس ايه هون اعراس صح هون بدك تشتغلي على اللايتنج انا مثلا هون طلع فلاشات معي وبشتغل على اللايتنج لانه بمطرح المطارح ما فيك تاخذي افكت معينه اذا ما انك مستعمله لايتنج يعني خاصه اذا عندك الفور جراوند معتم وعندك الباك جراوند مضوء اكثر في بقلب السيتنج تبع الكاميرا قادره تشتغلي بس مش قادره تعدلي بين الفور جراوند والباك جراوند مشان هيك بتحطي فلاش مع تريجر هو بيعمل سينك بين الكاميرا والفلاش اكسترنال لايت او اذا بدك اكسترنال سبيد لايت وبتشتغلي بتعدلي بين الصوره من بين الكبايه ايه هون انت شو بتحسي شو بتعطي بس عندك الشخص اللي بوجهك يعني اليوم ما بيعرفوا انه بتجيبي شخص بتقولي له اقف وتصور هيدي اكبر غلطه بدك تيجي تقعدي انت وياه ربع ساعه تعرفي عن حياته تاخدي شو بيحب شو ما بيحب شو نوعية الصور اللي بيحبها شو نوعية الصور اللي ما بيحبها شو اللي ممكن يعني يحس فيه فينا نحكي هون عن سايكولوجي معي أكيد أكيد لأنه اليوم بدك إذا بدي أتعامل مع موديل يعني اعتبري حسب كل عمر موديل إذا بيجنر أو أدفانسد أنت بدك تعرفي تحركيها يمكن كبيجنر ما بتعرفي يعني بدك تقولي لها كيف كان نهارك اذا صغيره 17 18 سنه عم بحكي كبرا هون بلبنان مش مسموح هذا الشيء يا حاعتبر انه من ال 21 وبطالع او من 18 سنه وبطالع بتكون اول ما منطلقه هون الصعوبه
اليوم اذا بتشوفي اذا بتجي بتحكي مع بنت حلوه بتقول لك انا حلوه انه صوي بس انه انا موديل لاني حلوه، لا بعد في منهم هدول البنات صوي ما في الا منهم عندنا بلبنان، يعني ما بيكون في تفاعل منيح معك كمصور. لا هي انت بدك تريحي الموديل اللي بوجهك، يعني المصور بده يدير الشخص، بدك انت تكون كرمال اول شيء يقدر ياخذ النتيجه اللي عم نشوفها. يعني عم نشوف نتيجه رائعه جدا بالصور، انا انبسطت بكم صوره اول مره بشوفهم، انا بتابعك على الفيسبوك ولكن في صور عن جد رائعه جدا، يعني مثل يعني هيدي الصوره، هيدي مثلا انا عامل الشادو على باللايتنج تبعي، انا حاطط كل شيء اكسسوارز اللي مثل البايك وهول، يعني في عامل كثير مهم بصورك في اختصار لشيء لفكره معينه، يعني صح يعني ممكن الف صفحه عن هالصوره، صح هي كان بدك كان مزبوط لانه بدك تكون دي او بي دايركتور اوف فوتوغرافي، يعني اذا ما كنت تعرف لايتنج هون مشكله كثير كبيره، لانه الفوتوغرافي هي بتبلش لايتنج والفوتوشوب هو لاين اوف بيكسلز، يعني قديش بتكون البيكسلز كثير مهمه، بيكون كله مهم. بس كنت عم تقولي لي بالنسبه للموديل، الموديل بابا في عندهم اكاديميز بتبلشوا يعلموه من هن وصغار كيف يتعاملوا كيف يحكوا معهم كيف يبلشوا، يمكن اتيك المهنه اذا بدك، يعني في عندهم ترينر لالون تنزل هالايجو شوي اللي بيكون مصبوط. نورمال يكون عندهم، وهذا بلبنان اللي عنا لتكون النتيجة بيوما ما هي بالضبط نتيجة الغرب، يعني بجمالية الصورة قادرين نعطي قادرين نعمل شيء حلو قادرين نوصل بشرط واحد. بشرط واحد شو هو بختام؟ يكونوا متواضعين، صح إذا ما عندك تواضع وتدلك تشتغل على حالك وتقول أنا ما وصلت، صح لأنه ما بحياته حدا بيوصل 100% لآخر لحظة لآخر نفس ما بتوصل، لأنه كل يوم في شيء جديد. جوزيف كيف فيهم العالم يتواصلوا معك اذا كرمال عرس خطبه؟ اوكي فيهم ياخذوا رقمي وفيهم يفوتوا لعندي على الفيت جوزيف كايوز فوتوغرافي، كمان بيلاقوه على الانستغرام، ورقمي اذا شيء 03 28 93 22 03 28 93 22. جوزيف بدي اشكرك كثير. انا اللي بدي اشكركم، ميرسي كثير كلكم. اهلا وسهلا فيك باستديوهات نور الشرق، هيدا بشرفني لإلي، وبدي اتمنى لك ان شاء الله لقدام دائما. ميرسي، وانا كمان بدي اتمنى لكم كل الخير والله يوفقكم. ميرسي لكم، نترافق سوا بكل النشاطات والاعمال والصور يلي اذا عم تشتغلها هلا وعم تحضرها أكيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عم حضرها هلا هالفتره. ميرسي كثير. ميرسي لك. مشاهدينا هيدا كانت حلقتنا لليوم، انا وجام بنلاقيكم تنين الجاي، الله معكم.